السلام عليكم يا شباب، الأخبار؟ في الفيديوهات اللي فاتت خلصنا السكشن التاني، السكشن اللي هو بتاع Our Story. في الفيديو ده إن شاء الله هندخل على السكشن اللي بعديه، وده اللي ناس كتير مستنياه عشان السلايدر ده. احنا كنا قلنا قبل كده إن احنا هنعمل كل حاجة بإيدينا حتى السلايدرز، يعني السلايدر ده مش هنستخدم بلوجن عشان نعمله زي ناس كتير ما بتعمل، لا احنا نعمله بايدينا. طب هل نعمله بايدينا احسن ولا نستعمل بلوجن احسن؟ ده يرجع للوضع اللي انت فيه، يعني يرجع انت البروجكت اللي انت فيه ده، هل حاجة صغيرة مش هتفرق فيها انك تستعمل بلوجن؟ ماشي خلاص، استعمل بلوجن عشان تسرع من شغلك. طب هل هو بروجكت كبير جدا وهيفرق في البرفورمانس ومحتاج، او مثلا وانت مش واثق مثلا في البلاجنز اللي موجوده وعايز تعمل حاجه تكون انت واثق فيها ومتاكد من البرفورمانس بتاعتها وبتعمل ايه بالظبط؟ برضه ماشي. في الاخر، في الاول وفي الاخر، حته انهي احسن، فده يرجع للوضع اللي انت فيه. تمام. هنبدا اول جزء جزء ونحل الدنيا بعنينا كده كالعاده زي ما اتعودنا. اول حاجه احنا عندنا باترن هنا في الباك جراوند. يعني ايه باترن؟ يعني شكل نقشه كده بالبلدي كده، يعني نقشه متكرره كده، فمعموله شكل في الخلفيه زي ما كان عندنا دي في الفيديو اللي فاتت. باترن ديت دي هنا برضه عندنا باترن بس على السكشن كله. وعندنا التايتل باسم السكشن فوقيه زي في كل السكاشن. عندنا الكارد بتاع الفود او البرودكت او ايا كان يعني مسمى. عندنا السهمين بتاع سلايدر، وعندنا هنا انكور تاج او لينك المفروض يودينا على المنيو كلها. جميل. نروح نبدأ ده اللي عملناه. نروح على الكود، نبدأ نعمل السكشن التالت اهو. سكشن 3 نبدأ نعمل زي ما اتعودنا التايتل ديف. احنا اتعودنا، احنا ظبطنا الفيديو اللي فات ان هيكون في شيرد ستايل للشكل الهيدر او شكل التايتل بتاع السكشن. اون سكشن هيدر، وهنعمل هنا h2 بلس سكشن item. واحد مثلا، سوري، سكشن تايتل. واحد ممكن يسأل سؤال، طب احنا ليه بنعمل سكشن هيدر جوه سكشن تايتل؟ طب نعمل سكشن تايتل على طول، يعني هو ديفات كتير وخلاص. هقول لكم ليه انا عملت كده. انت بتعمل كده مثلا عشان الله اعلم، يمكن مثلا يقابلني انا، مثلا انا كده ما ركزتش في كل التصميم كله، فممكن يقابلني مثلا في حاجه في التصميم ان مع التايتل في حاجه، في لينك مثلا، في ما اعرفش، في اي حاجه مختلفه عن بقية التايتلز. هو طبعا هنا مفيش الكلام ده، بس افرض في البروجكت بتاعك الهيد بتاع السكشن بتاعك ده في حاجة تانية غير التايتل، في ايكون مثلا، في ديسكريبشن بسيط كده بيتحط مع التايتل، اي حاجة. فانت بتعمل حاجة اسمها هيدر وجواها التايتل، ولو في حاجة تانية تحطها تحتيها. تمام. ادي التايتل ونشوف احنا كنا عاملينها ازاي. كنا تقريبا عاملين جواها سمول اي سكشن، مين سمول والبنت اللي فيها الحاجة، يعني فيها التايتل السكشن، التايتل بتاع السكشن يعني. طبعا السكشن عندنا مش اسمه سبيشال منيو. سبيشال منيو وده التايتل بتاعنا. جميل. نروح عندنا هنا اهو، بصوا زي الستايل القديم بالظبط. الفرق بس ان احنا هنعمله تكست الاين سنتر. في البوتستراب في اللي احنا نزلناه تقريبا في كلاس اسمه تكست سنتر، مش فاكر احنا كنا نزلناه معاها ما كناش نزلناه معانا. خلاص هنعمل ده بايدينا. مفروض هندي للسكشن هيدر او للسكشن تايتل تكست الاين سنتر عشان يكون بالشكل ده. جميل. فانا هنعمل كلاس عندنا اسمه
تكست تكست سنتر ده كلاس، فهنخليه في الجلوبال فوق، مش يكون شيرد على الويب سايت كله. تكست سنتر في ناس ممكن تسأل ده، طب ممكن تقول تكست سنتر ده المفروض كلاس في بوتستراب اصلا، فبقول لكم اه ده حقيقي. لكن احنا ما نزل، لو تفتكروا في اول فيديو نزلنا حاجتنا، نزلنا بس الجريد بتاع البوتستراب، ما نزلناش كل حاجة. تمام، حطينا كلاس، حطينا تكست، ما نزلناش كل حاجة، فبالتالي يعني ما كانش فيه، ما نزلنا ما الكلاس بتاع البوتستراب ما كانش نازلة، يا دوب بس نزلنا الجريد بس، مش عايزين حاجة اكتر من كده، هنعمل كل حاجة بايدينا. عملنا كلاس اسمه تكست سنتر، واهو ودينا تكست الاين سنتر، بقى سنتر فعلا. اه بالنسبة للباترن دي، زي ما اتعودنا وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات في الباترن ديت، احنا طالما دي حاجة متكررة فخدنا حتة صغيرة منها وكررناها، بدل ما ناخد صورة كبيرة ونزود حجم على الفاضي. نفس الكلام عملته هنا، خدت جزء من الصورة دي، يعني عشان أوريها لكم، أيوة خدت جزء صغير بس من الصورة، أو هنكرر هناك. تمام، نشوف هنا أول حاجة ده هنسميه إيه، ممكن بدل ما نسمي حاجة معانا نعمل كلاس عام يدي باك اب باك جراوند باتر، يعني بيجي باتر، ودي تكون حاجة عامة عشان لو افترضنا ان في اي سيكشن بعد كده هيكون في الباترن دي، فبيجي باترن ده هيدي الاليمنت بتاعه باك جراوند ايمج يو ار ال. هنرجع ورا خطوة، بعدين ندخل جوه فولدر ايمجز، بعدين نخش على باترن دوت جي بي جي جي بي جي، وطبعا باك جراوند ريبيت هيكون ريبيت. نروح هناك ونتأكد الدنيا تمام، ممتاز جدا، الدنيا زي الفل يعني، الباترن بتاعتنا جميل اهو نفس الباترن. طبعا لو ركزت ممكن تلاقي اختلافات بس هي مش متلاحظة يعني. جميل، نكتفي فيديو كده. عملنا الباترن الخلفية، عملنا التايتل، لو تلاحظوا التايتل هتلاقوه ريسبونسيف اهو، هتلاقوه بيظهر ومعانا زي ما احنا كنا عاملين في الحاجات اللي فاتت. اه في مشكلة هنا، ثواني كده نعرف المشكلة دي منين. دي حاجة كنا المفروض نعملها في الفيديو اللي فات بس انا ما خدتش بالي، انا اسف. المفروض السكشن اخره زي ما انتم شايفين في الخط ده، فالبيفور دي نازلة عن الفيديو شوية، نازلة عن الفيديو 20 بكسل، فانا المفروض ندي الفيديو دوت مارجن بوتوم مش اقل من 25 بكسل عشان ما يكونش في المشكلة دي. خليها 30، 35، نخلي 35 لو فوق، نخليها بدل ما نكتب مرة تاني، نخلي 35 فوق تحت ويمين شمال اوت. نشوف فين في السطر 400. بصوا شايفين هنا بيظهر السطر في سطر الكام، الحاجة دي في السطر الكام، فعلا 488. لو انتوا في السبلايم هتدوسوا كنترول جي، بعد هيظهر لكم الشكل دوت، هتكتبوا رقم السطر اللي انتوا عايزين تروحوا له 488، هنخليها كده بس كده. نروح هناك ونرفرش، الدنيا تمام خلاص. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنعمل الكارد ده، هنعمل الكارد مش هنعمل السلايدر على بعض، هنعمل اول كارد لوحده ونكرره، بعدين نبدأ نعمل على السلايدر بتاعنا. تمام، نقسمها حتة حتة يعني، مش لازم ناخدها كلها لوكش على بعضي. اشوفكم الفيديو الجاي وهنعمل الكارد مع بعض، ونخش على مرحلة الوحش السلايدر. مرحلة الوحش بالنسبة لأي حد بيبدأ، دي بالنسبة له بتكون مرحلة الوحش. إن شاء الله أشوفكم على خير الفيديو الجاي، السلام عليكم.